السلام عليكم يا البنات، جسبانكم فوزالة بزانة. أنا رجعت لكم فيديو جديدة بإذن الله تعالى. في هذا الفيديو حنعت لكم اللي جدون يعني نستعمل في هذه الصيفية، وندي لكم السر التاعي اللي نستعمل ونايا باش ندوم الريحة تاع لي بارفان ديالي ولا لي جدون ولا ثاني لي بروم. تبعوا معايا هنا يا خياتي، حنعت لكم اللي جدون يعني نستعمل وخاصة لي بروم تاع هذه الصيفية اللي ساعدوني تخي تخي بنا على إزالة العرق ويدوموا الريحة تاع يعني تكوني فريش طول لا جورني. تبعوا معايا يا خياتي. انا يا خياتي نبدا نهضر لكم على هاد لي دو بروم تاع فينوس لي مولفين. تشوفوني انا نستعملهم بزاف وعجبوني تري تري بيان. هنايا نستعملهم خياتي و يعني استعمليهم بعد ما تدوشي، يخليو ريحه تاع الجسم تاعك بزاف هايله، يعني الريحه تاعهم دوم. تقدري تستعمليهم لكامل الجسم، يعني ليس منطقه معينه فقط، لكن تستعمليهم تقدري تستعمليهم لكامل الجسم. الريحه تاعهم بزاف هايله، البري ديالهم 35000 حتى 45000. البروم الثالث اللي نستعملو هذا تاع هاشتاغ جود. هنايا بزاف يديوه العرايس، يعرفوه بزاف العرايس انهم يديوها معاهم باسكو الريحه تاعو بزاف هايله ثاني تدوم. اسمو هذا بروم بارفومي تاع هاشتاغ جود. كاينين ثاني دي مارك واحد اخرين يعني في نفس لا كوليكسيون، كاين اسماء معينه وكل اسم يعني يعود الى رائحه معينه. هنايا خيت هذا اللي جاي في الدوغي وريحه تاعو بزاف هايله خياتي، ما حاش ندبو عليها. البري ديالو تلقاوهم هادو اون جينيرال تلقاوهم من 40000 حتى 45000، يعني تقدروا تلقاوهم 38 سا ديبون لا بلاص، لكن الريحه تاعهم بزاف هايلين. ونصح بهم العرايس باسكو الريحه تاعهم دوم، هو السر من اسرار اللي يدوهم العرايس معاهم باش يخليو الريحه تاعهم شابه. انتقل واياكم الى لا بارتي ولا الريحه ولا الديودورون اللي لازم يكون توجور مع البنات، ولا الحاجه الثانيه اللي تكون مع البنات ولازم تكون في الحقيبه تاعهم ولا في الساك تاعهم، هي اللي تحافظ على نظافه الكور، يعني دليل على النظافه، وايضا تخلصك من المعاناه اللي يعانيو منها اغلب البنات اللي هي رائحه العرق. رائحه الغرق العرق الخاصه بالابيضان اللي على بالكم كل طفله، وتغير يعني الشده تاع تلك الرائحه كل وحده وكيفها، لكن هنا يا ريكسونا تخرج على كل انواع وعلى كل درجات العرق. هنا يعني نستعمل في هذو لي ديودورون تاع ريكسونا، لو بري ديالهم تلقاوهم يا خياتي من 30000 حتى 38 سا ديبون لا بلاس، لكن بزاف هايلين خياتي. شدوا لكم 48 ساعه، كتبوا لكم هنا 48 ساعه، لكن يقدروا يشدوا لكم اكثر سا ديبون كل وحده والاستعمالات ديالها. وهنا ثاني لا بتيت شوز اللي نستعملها ونديها ثاني تاع لي تريزي فيكاس نديها معايا، هي عباره عن هذا لو ستيك تاع دوف، ما يخلاش مساك تاعي بزاف هايلة يا خياتي، ما حبش ندبو عليها. قلت لكم عبارة عن ستيك، لو بري ديالو تلقاوه من 35000 حتى 40000، وبزاف هايلة يا خياتي ما حبش ندبو عليه. عندي خياتي هذا لو ديودورون تاع ارامبي فور وومن، بزاف هايلة حبيباتي، عجبتني يعني تستيتها وبزاف هايلة، يعني هي اللي اختيارتها من الروايح قاعد كلها لي ديودورون. لو بري تاعها تلقاوها خياتي من 30000 حتى 35000، لكن بزاف هايلة الريحه تاعها دوم يعني وخفيفه بزاف، تشد ما في الحوايج يعني تنحي لك رائحه العرق، وثاني تخليك فريش طول لا جورني. انا يا خياتي حبيت نهضر لكم على هاد لي ديودورون يعني لي رخاص وثاني تعجبوني انايا شخصيا، لكن كل وحده ويعود الخيال ليها، وكل وحده يعود الكو تاعها لنفسها شخصيا. انا خياتي حبيت نهضر لكم على هاد لي ديودورون، كاينه هذه تاع شي، كاين هذه تاع شي بزاف هايله، يعني لو بري ديالهم هادو خياتي تلقاوهم من 18000 حتى 35000، يعني ما يعجبوش. عجبتني ثاني هذه تاع فولي فول عليك، وهذه تاع مونتي باريس عجبوني هادو خياتي، حبيت نهضر لكم عليهم. ما مشي البري تاعهم رخيص، لكن الريحه تاعهم شابه ما حاش ندموا عليها، يعني بارفو توجور نحوسوا على حاجه تكون تريح وحاجه تكون رخيصه وفي متناول الجميع. السر تاعي هو عباره عن تالك بارفومي، ولا تقدروا تستعملوا تالك يكون ماشي بارفومي كو سوا تاع لي بيبي ولا فور وومن، يعني نتوما والخيار ديالكم يعود اليكم. هنا قبل ما تابليكيو الريحه تاعكم ولا البروم ولا كو سوا لو ديودورون تاعكم، ديروا اون بتيت كونتيتي من التالك هذا في هذيك لا بلاص، يعني بلا عقل برك شويه برك، وديروا الريحه لكن بعدوها شويه على لو كور ديالكم. بهذه الطريقه ان شاء الله دوموا الريحه تاع الديودورون تاعكم لا لو بارفان ولا لو بروم، وان شاء الله ثاني تنحيوا هذوك الماده باسكو هذوك الحبيبات تاع لو تالك اللي كاينين من الداخل هما اللي يساعدوا على امتصاص تلك المواد السامه. اصل واياكم الى نهايه هذا الفيديو، اللي عجبها الفيديو ما تنساش تدعمني بجيم واشتراك. ربي يحفظكم يا خياتي، اذا سحقتوا كش حاجه خليوها لي في لي كومونتير، باذن الله تعالى الفيديوهات حيكونوا على حسب الطلبات ديالكم. تهلاو في روحتكم يا البنات، ومع السلامه.